بسم الله بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. عندنا هذه أوبيل عجلة إيسونس، هي الموتور نتاعها كيما الاستراجي، يعني هما البوات يختلفوا، في البوات ماهوش كيف كيف. فيها مشكل إن هي في البوات فيها حس، توا باش نخدموا السيارة ونسموكم الحس ونشوفوا مع بعضنا شنو المشكل. توا باش نشوفوا نتبعوا مع بعضنا الصوت اللي موجود هذايا وين موجود بالضبط وش هي المشكلة. خدم يعني تسمعوا فيه توا الحس، تسمعوا فيه الحس، تسمعوا حس هذا في البوات. انزل على المراجع عليه، شفتوه كيف سكت؟ يعني الصوت كي يبدا في البوات كي تنزل على المراجع لازم يسكت، وكي يبدا العكس اللي هو يبدا في البلاتو ولا ديسك ولا في البيتي كي تنزل على المراجع يزيد. سايب المراجع عليه، سمعتوه كيف يبدا يرغي؟ انزل على المراجع. انا سكت الصوت ما عادش موجود. طبعا كيف عرفنا اللي هو في البواتو وثبتنا، فكينا البوشون من اللوطه اللي هو نتاع الفيدون، شفتوه نلقوا فيها بافير، نلقوا فيها حديد، شفتوا الحديد هذا؟ يعني هو خاطر البوشون هذايا فيه الكير، البوشون هذايا فيه الكير، يعني طرف الحديد اللي يخرج اللي يطيح في البوات يشدوا مهما كان موجود، فهمتم؟ ولهذا ما دام فيها طرف كيما هكا ما عادش فيها حتى حل الا تبديل البوات هذه، حتى تصليح راه ما يصلحوش. علاش؟ لان من البياسات ما فماش دوريجين وديما هي يقعد يعاني في المشاكل. هذا اللي فوق اللي موجود اللي تسمعوا فيه الحس. توا باش نفكوها البوات ونشوفوا شنو، نحاولوا باش نبدلوها. وحتى في الامبرياج عنده كابل امبرياج، يعني تسمو كنز امبرياج فيه شويه حس، فيه شويه كسوحيه، لذا حتى هو ممكن يكون عنده الامبرياج مشبه. هذه البوات اللي نحيناها خصنا كيفاش، حتى الفيتيس ولا الكياس تعدى بالسيف، تعدى بالسيف وفيها الحس. الجي هذا اللاكس هذا يتكسر من ده، اسمعوا فيه الحس. هذا الحس ولا فيه جي برشا، اسمعوا كي تكروا تعمل في الحس. والفيتيسات زاد ولا تعدوا بالسيف اللي ما تنزل بالقوي تقاو أحسن. طبعا نجيبوا بوات جديدة ونركبوها. عنا حلينا الفولون موتير، حلينا الفولون، هذا الفولون، الرنمو هذه مكسرة، هذه الرنمو تاع البيس ديريكت تكسرت زادة، وعنا الباراويل هذه ضيع في الزيت وخسروها كيفاش مضروبة من هنا، من هذايا التراس تاع الزيت كيفاش تضيع، وهذه الرمو خسروها من هنا كيفاش يلسع، هذه الرمو وهذه الباراويل، هذه وهذه الرمو، هذه الرمو كيفاش تكسرت. باش نوريكم الجديدة كيفاش تجي. جبنا هذه الباراويل الجديدة وهذه الرمو الجديدة، هاي هذه الرمو الجديدة، هاي فين مكانهم، هذه الجديدة، هذه اللي تكسرت، هذه اللي تكسرت، وهذه جديدة، وهذه الباراويل اللي تضيع في الزيت، وهاي وين تجي الباراويل، هاي خسروا الباراويل هذه الجديدة اللي ركبناها في الفولون موتير، هاي ركبناها بصحيح. تو هذه جديدة ركبناها، وريني القديمة كيفاش ولات تضيع في الزيت، الزيت هابط وخزروه الزيت كيفاش فلقاها، هذاك الزيت نتاعها قاعد تضيع في الزيت، زيت موتور. هي نحن كي يعني فرصة، كي هي فرصة كي نحينا البواط، نحينا البواط، نحينا البلاتو والديسك والفولون موتور نحيناهم، فرصة يلزم باكي هي نحي نبدلوها مرة واحدة. علاش؟ خاطر غود الحي مثلا تبدا تقطر لها في الزيت، تعاود تحل البواط من لون جديد. احنا فرصة يعني صغلنا الفرصة وحليناها. وهذه المشكلة اللي في البواط، تسمع فيها؟ تسمع في البواط؟
هذا الحس الموجود في البوات. هذه البوات كي انا بدلناها وزيد عنده البيتيز هذا حتى هي كيف كيف فيها فيها شويه شرنين، وعنده الرولمون اللي تجي في الفيلبو كامل تالي، ممكن فما ناس ما فما الرولمون تجي في الفيلبو كامل تالي اللي هي هذه، الرولمون تجي تركب في الفيلبو كامل تالي ويدخل فيها البيس ديريكت. هذه هي الرولمون تركب في الفيلبو كامل تالي ويدخل فيها البيس ديريكت. هذه كيف كيف مكسره معناتها تلموا شويه حاجات مع بعضهم. وطبعا هي سيبت البافير ما وريته لكم في البوشون كاش البافير موجود في البوشون. وهذه يعني طبعا هذوما كلها حاجات على خاطر تلقى عنده البراوين بتاع الكاردون ضيع وما صلحهاش ولا تمشي بها فارغه من غير زيت ولا حتى عمرها كي يوصل عمرها الا غل ما عادش فيها يعني حل. نجيبوا بوات جديدة ونركبوا هنا الجديد البوات هذه واخزروها كيفاش الدور الليبر فيه لا فيها لا عصلة جهة ما فيها شيء. هذه جديدة واخزروا الفيتاسات لهنا كيفاش تعدى حلوة بصباع برك يتعدى بصباع ما فيها حد شيء. هذه البوات الجديدة نظيفة هاي البوات إن شاء الله تنفعكم العملية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.